يا باشمهندس خالد السوبر، انت المفروض ان شاء الله هتبقى رئيس بعثة النادي الاهلي في السوبر كمان، وطلبتوا تأجيل للمباراة الاولى 24 ساعة، هل تم الرد عليكم ولا لسه ما فيش رد؟ والله يعني هم ردوا علينا زي كده ان الموضوع صعب شوية، صعب لان يمكن الفترة، لكن هنقول ايه، هو ده قدر ان هو لازم يعني يعدي في كل التحديات، هو تحدي كبير جدا طبعا فرقتنا، متهيألي ما فيش فرقة في العالم يعني خاضت حجم البطولات وحجم المنافسات في فترة قليلة زي دي، تحدي كبير العالم يعني طلعت من الأبرياء ولا اللي هي الصحية للأفريقيا للدوري منتخب مصر كأس العالم للأندية تصفيات تشامبيونز ليج، لا مفيش حد تاني يعني مفيش فرقة في العالم يعني تقدر تعمل اللي لعيبتنا بتعمله، لكن هنقول ده قدرنا صح، قدر النادي وربنا يا رب يكرمنا يا رب عشان في الآخر نسبة جماهيرنا يعني بإذن الله. صحيح.